السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وفاء فلوكس. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد المشروب اللي واعر بزاف. اول حاجه انه كيخسس لنا الجسم او كيساعد على التنحيف. مشروب مكون من جوج مكونات فقط. اول مكون الحامض، اللي شحال من فيديو دويت عليه. الحامض كنعرفوا انه فعال، غني فيتامين سي، فيه مجموعه ديال الفيتامينات، مجموعه ديال المعادن، وفيه ايضا النحاس. الناس اللي ما عارفينش الحامض انه كيحتوي على النحاس، منظف حارق للدهون، فعال في تنظيف الجسم. والمكون الثاني واللي هو الكركدي، يعني هذا المكون العجيب الكركدي حتى هو خطير في تنظيف الجسم، خصوصا انه كيخلصنا او كيساعدنا اننا نتخلصوا من السموم، يعني ازاله السموم من الجسم من ناحيه البطن، يعني كيخلصنا من الفضلات اللي غير مرغوب فيها. فهذا الكركدي واعر بزاف. بالنسبه للمشروب كما قلت مكون من هذه جوج المكونات. انا باش تعرفوني انني انا كنت دايره من قبل، كيف كتشوفوا يعني القرعه راني شدها. اللي خصنا نعرفوا اننا ملي كنصايبوا هذا المشروب كيخصنا كل نهار نشربوا هذه القرعه. من غير اننا كنشربوا الماء اليومي اللي كنشربوا دائما، فمن الافضل اننا هذه القرعه يوميا نديروها وندير واحد اخر جديد. فانا كيف كتشوف انا الكميه هذه اللي خديتها راهي جوج دراهم، وعطاني فيها تبارك الله بزاف، وماشي هذه الكميه كلها هي نستعملها. غادي نخوي هذه القرعه وغادي نرجع معكم باش نحضروا المشروب ديالنا. انا كيف كتشوفوا القرعه خويتها من المشروب اللي كنت انا محضرها البارح نيت، عمرتها تقريبا اترو ديال الماء. الماء راه عادي، ما كنستعملوش الماء سخون، يعني الماء ديال الصنبور عادي. عندي الحامضه غنشدها غنفوقع على جوج، غادي نعصر منها. ملي كنعصر داك الماء غتجي اللوحة هكا في القرعة. راه خطير بزاف في التنحيف، واعر. وهنزيد هاد نص حامضة هكا، بغيت ندير المهم عصير ديال حامضة كلها هو كنعصرو. بغيت ندير حامضة حتى هي اللوحة، أنا اكتفيت غير بالنص هو لي لحتها، هدا مغديش نديرو. بالنسبة للكركدي فهادي نستعمل تقريبا هاد الكمية هادي، يعني وريقة جوج تلاتة أربعة، وهادو نعتبروهم خمسة خمسة. هادي نلوحهم هكا. ملي كنديرو هانتوما يبان ليكم الماء بانه هادي بدا كيتبدل، يبان ليكم الماء انه بدا كيتبدل اللون ديالو، غادي اللون الوردي. فكيبقى هكا 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 حتى تيولي اللون ديالو بحال اللون ديال الاكاج. المهم كيطقنا هاد الكركدي مزيان. كنخليوه مدة ديال ساعة، مدة ديال ساعة كنبداو كنشربو فيه على مدار اليوم. على مدار اليوم كنبداو كنشربو هاد المشروب ديما، كنصفيوه كنشربو كويس. وقت ما جانا العطش نشربو كويس. هكا النتيجة البنات كتبان على 7 أيام. هذا مشروب حارق للدهون ومنظف للقولون العصبي، حارق للدهون البطن والجناب. كنعرفو انهم يعني في ناحية ديال البطن كتكون الدهون العنيدة، انا كنسميها الدهون العنيدة لانه صعيب انك تخلص منها. كنخليوه ساعة، من بعد تنبداو تنشربوه على مدار اليوم، تنكررو العملية حتى تنحصلو على النتيجة المطلوبة. هانتوما كيف كتشوفو اللون غادي يبدا كيتبدل، هانتوما اللون غادي يبدا كيتبدل. وكنشربو هذا المشروب، هذا ساهل واعر ومضمون على الغارانتي ديالي وعلى الضمانه ديالي. خطير بزاف البنات. والنتيجه شخصيا اي حاجه كنشاركها معكم من ناحيه ديال هاد الوصفات الا وانني حتى كنجربها كنعطيها لكم. نتمنى الفيديو ديالي ما يكون خفيف ظريف،
هبرت ما دار مجموعه من الظروف داكشي علاش هبرت، مي الحمد لله والشكر لله عودنا وعوده لاحمد. كنبغيكم بزاف بزاف، ما تنساونيش من التفاعل ديالكم، عفوا ما تنساونيش من التفاعل ديالكم، كنحماق عليكم بزاف.